السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى فتح الباب. الله سبحانه وتعالى سخر الأحباب. الله سبحانه وتعالى يسر علينا الحمل والعمل والمونة. الحمد لله الله سبحانه وتعالى لا يعني لحنا لا كنا مخططين لهذا العمل ولا شيء، لكن الله سبحانه وتعالى بفضله وتعالى سخرنا انه سترنا على عائلتين كانوا يعيشوا عيشة ما بدنا نحكي شو هي العيشة، بس الله يعينهم بالشتاء ببيت خيمة يعني. المهم يا اهل الخير انا بدي احكي هلا انه انا ليش ذكرت كنت عم بكتب اسماء. ليش عم بكتب اسماء؟ هذا اسماء الناس ما بدها تكتب اسماء، بس انا كنت عم بكتبها مشان احط حالي تحت المجهر امامكم، يعني كل شيء واضح امامكم. اي واحد تبرع عم بكتب اسمه انا او اشاره الى اسمه، مشان انه انت ما كان بدي يراجعني بيقول لي انت انا بعت لك الاد وين راح وين كذا. لكن الناس ضايخت كثير، اغلبهم اهل الخير لا يريدون ان يذكروا اسمهم. فأنا إن شاء الله في المستقبل إذا الله سبحانه وتعالى يسر لنا عمل خير فبإذنه تعالى لن أذكر أسماء، لكن اللي بده كله موجود، كل شيء ما في شيء يعني مخبى هيك مفتوحة، كل شيء تعال شوف اللي بدك يا تعال شوف الحساب وتعال شوف الأرقام وتعال شوف كل شيء بدك يا أنه هو من الله إلى الله، أنا مالي علاقة، أنا مالي شيء بيها، مالي فيها شيء، اللهم لا تجعل لي فيها شيء إلا محبتك بس، ما بدي منها شيء. يا إخوتي أبشركم يعني والله ما أنا ما برضى أحط شو بعتوا لي الناس، أنا أحب أنا أفضح الناس، بس لو تسمعوا الكلام اللي عم يقولوه وقديش عم يكونوا سعداء شيء يعني بيقعد واحد بيبكي، والله بيبكي، ما ساوينا شيء بس إني عندهم شيء عظيم فضل إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله بشركم إنه البنت اللي كان بدها عملية في أخين تبرعوا بالمبلغ 450 دولار، والدكتور الله يجزيه خير اللي ساوى للعملية بعت لي وصل بالمبلغ وبعت لي فيديو بالعملية، والبنت عملت العملية. البنت عملت العملية اللي حطيناها قبل فترة. أنا ما أحب أحط فيديوهات والله، بس أحيانا بضطر أحط مشان حرض على فعل الخير، بس ما بحب أنا هيك أفضح الناس. فيا أهل الخير الفيديو هذا تبع الهي الله يزيل الخير، أخين هنين، واحد برع ب 350 والتاني برع ب 100 صالوا 450 وبعتنا الحمد لله وساووا للعملية. فالشكر لله كله من الله إلى الله، والله ما نفع والله ما صفي لنا شيء، أقسم بالله الدنيا كلها ما تستاهل، بس الله يقدرنا انه نكون على قد الحمل كلمة انه انا عبد لله. هذا مش شغلة سهلة، كلمة انك تقول انا عبد لله شغلة كبيرة. العبودية الحقة حقة تقيل، تمنها غالي، العبودية الحقة وإطاعة حق. اللهم اجعلنا عبيدا لك، عبيدا يا الله بكل معنى العبودية والعبادة والعبدية يا الله. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.